أخرج إماما المحدثين أبو عبد الله البخاري وأبو الحجاج مسلم النسابوري عن حافظة الإسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ بالله من عذاب النار، وليستعذ بالله من عذاب القبر، وليستعذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث من أعظم الدعوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة كما يعلمهم الصورة من القرآن، كما جاء في مسلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا الصورة من القرآن، يقول: قولوا أعوذ بالله من عذاب جهنم، قولوا أعوذ بالله من عذاب القبر، قولوا أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، قولوا أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من التشهد الأخير استعاذ من هذه الأربع. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع مع أنه قد عوفي منها وقد عُصِم منها، فاستعاذته تكون إظهاراً لافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى وتضرُّعه إليه، وتعليماً لأمته أن يدعو بهذا الدعاء. الاستعاذة اللجوء، الاحتماء، طلب العون، وطلب العوذ من الشيء المتوقع الذي لم ينزل، فإذا نزل البلاء سميت استغاثة، لأن الاستغاثة تكون عند البلاء النازل، وإذا كانت من شيء لم ينزل سميت استعاذة، وإذا كانت لجلب خير سميت استعانة. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وهذه الثلاثة من أنواع الدعاء، استعاذة، استغاثة، واستعانة. فيستعيذ الإنسان من هذه الشرور الأربعة. قال: قولوا أعوذ بالله من عذاب النار. وعذاب النار عذاب شديد لا تتصوره الأذهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الأربعة في السنن، وقال الترمذي حسن صحيح يتكلم عن طعام أهل جهنم، قال: لو أن قطرة من الزقوم نزلت أو قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم. نقطة من الزقوم تنزل في بحار الدنيا تفسد على أهل الأرض جميعا معايشهم، وجهنم تعرض على العباد يوم القيامة ويعرض عليها الناس، يعني مرة تعرض عليهم ومرة هم يعرضوا عليها. ربنا يقول: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يعرضهم عليه يشوفوها، وتعرض هي عليهم: وعرضنا جهنم يومئذ
للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. يعرض عليهم جهنم يشوفوها. جهنم أول ما تشوف ناسا ما عندها ناس، ربنا قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تشهق وتزفر. ومن شدة جهنم أنها يأكل بعضها بعضا من الغيظ، تزفر جهنم، تهيج في أرض المعشر، لها 70,000 زمام مقبض بيمسكوه منها أو بيمسكوها منه، مقبض 70,000 زمام، المقبض الواحد له 70,000 ملك يجرونها، يؤتى بها في أرض المعشر. سبحان الله. عشان كذا قال استعيذوا بالله من عذاب جهنم. ربنا سبحانه وتعالى يقول واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وهذه صفة أهل جهنم، جبار، متكبر، متعالي، مترفع عن الحق. وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم، من ورائه معناه قدامه، من ورائه جهنم. ويسقى من ماء صديد، الموية اللي بيشربها صديد، يخرج من فروج الزنات والزواني، الكفار في جهنم اللي بيخرج منهم ده صديد. ويسقى من ماء صديد، قال يتجرعه، يتجرع يحاول يبلع، يجتهد يبلع، ولا يكاد يسيقه، ما بيستساغ، ما بيتبلع. يا اخواننا ده عذاب عجيب. عشان كده لما في اثنين خشوا جهنم، واحد خش جهنم والثاني في الجنه وكانوا صحبان في الدنيا، قال اني كان لي قرين صحبي يقول أئنك لمن المصدقين. انت بتصدق على الكلام اللي بيقول فيه الرسول؟ أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. بعد ما نموت نبقى تراب، بيطلعونا يحاسبونا تاني كمان؟ قال انت بتقول كلام زي ده؟ قال هل انتم مطلعون. جاء المؤمن يوم القيامه جم جهنم وقال للمعاو داير اشوف هل انتم مطلعون، قال فاطلع فرآه، ده صاحب الزمان، في سواء الجحيم جوا جهنم، قال تالله إن كدت لتردين، كان بتمقلبني معك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. بعد ذاك بيذكر في نعمة الله عليه، قال أفما نحن بميتين، نحن ما حنموت في الجنة، موت ما في، ما في، وما نحن بمعذبين، وكمان ما بعذبونا. قال إن هذا لهو الفوز العظيم. طوالي ربنا ورانا النوع الثاني، شوف القرآن كده النوع ده ومعه والبعديه. قال أذلك خير أم شجرة الزقوم. دي عذاب جهنم، جزء من العذاب ما كله، لكن تعال شوف حيجيك صنوف من العذاب. عذاب يختص بالأكل، عذاب يختص بالشراب، عذاب يختص بالنظر، إهانة وزلة، تنفس، ظلام، كل ده جوا فيه. قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. إنا جعلناها فتنة للظالمين. فتنة كيف؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن نزلت الآيات إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. كفار قريش قاعد يستهزئوا، تكبروا يستهزئوا، قالوا انظروا إلى محمد يكلمنا عن شجرة في النار والنار تأكل الشجر. طوال نزلت الآيات إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، آية سورة الصافات، قال إنها شجرة تخرج وين؟ في أصل الجحيم، بتقوم جوا جهنم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين،
والشيطان ما في ذلك شافه ولا بتقدر تشوفه على صورته الحقيقية، لأنه ربنا قال إنه يراكم هو وقبيله، هو بشوفك من حيث لا ترونهم، أنت ما بتشوفه. طيب ربنا شبهه برؤوس الشياطين. ابن كثير قال لأنه مغروس في الفطر أن الشيطان قبيح بالفطرة كده، يقول لك شيطان، أنت ما شفت الشيطان لكن بالفطرة بتفهم من الشيطان ده قبيح. وقال وهب ابن منبه من تلاميذ الإمام مالك قال شعر الشيطان إلى أعلى، شعره قائم لفوق، شكيد هسه بتلقى شعره منكش لفوق تقول لك شيطان ولا شنو، شعره يكون قائم لفوق. الزقوم جمع بين قبح المنظر ومرارة الطعم، ومش كده بس، قبيح في منظره وطعمه مر ويسلخ الجسم. يا اخوانا ده كلام عجيب، ده الاكل. ويلقى على اهل جهنم الجوع فيستغيثوا، قولوا دارين اكل، ها ربنا قال طلعها كانه رؤوس الشياطين. طيب معقول يا اخوانا زول ياكل من زي ده، ياكل من ده مر وسخن حراره شديده ياكلوا منها؟ لا لا، ربنا قال لك بياكلوا، قال فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. اول ما ينزل الزقوم على البطن يصهر البطن وما فيها. يا سلام، هناك في سوره الحج ربنا تكلم عن عباده العباد وقال الم تر ان الله يسجد له من في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، الناس ما كلهم، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها، لكن الناس ما كلهم، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الآية البعدية قال هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا ها قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يا اخواننا ده عذاب عجيب، لانهم هناك اكلوا من الزقوم فمالئون منها البطون، بعدها ربنا قال وان لهم عليها ما دار يشربوا، دارين شراب، وان لهم عليها لشوبا من حميم، دارين يشربوا الحميم، يكب في راسهم فوق. وقيل إذا رفعه إلى فيه دار يشرب تسقط فروة وجهه داخل الإناء ويسقط جلد رأسه عليها. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم، أي شيء في البطن يصهر، والجلود والجلد من برا ينصهر، والحميم ده يدخل في البطن ينظف البطن يطلع اي حاجه جوه، وحد يخرج بالادبار تحت. اخواننا ده عذاب، لو جهنم دي ما فيها نار، لو ما فيها نار بس ده الاكل والشراب تعب شديد يا اخي، ده ما في زول بيقدر يتحمله. عشان كده ربنا قال وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه، قال ويأتيه الموت من كل مكان، لأن العذاب ده لدرجة الموت، لكن بموت ما بموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه لسه قدامه في عذاب ثاني، ومن ورائه عذاب غليظ. يا إخواننا جهنم دي اللي بيخشها يتمقلب، والله يتأدب أدبه يا أخي، ما ممكن الإنسان يتحمل زي ده، ده اللي بيقدر يتحمله منه. هسه في ناس ببساطة يقول لك خلينا سوا الدايرينه والله بعدين يعمل لنا أي شيء، ما بتقدر يا أخي، يا أخي ما بتقدر على كلام زي ده. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعيذوا بالله من عذاب جهنم،
النبي صلى الله عليه وسلم شاف مناظر بعينه، قال إني أريت الجنة وروني، فتناولت منها عنقودا بتاع عنب، قال لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، عنقود بتاع عنب بس. قال وإني أريت النار فلم أرى منظرا قط أفظع. عياذا بالله، استعيذوا بالله من عذاب جهنم. دي مناظر يا أخواننا لا يتحملها الإنسان. أكل مشكلة، شراب مشكلة، ظلام، تنفس ما في، اللهب يحملهم إلى أعلى جهنم. ربنا قال ولهم مقامع، لما اللهب يرفعهم فوق في مقامع، المقامع دي حديدة يضربوا بها، قال لو ضرب بها جبل من جبال الدنيا لصار ترابا، يضربوا يرجعوا جوا تاني. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. عذاب جهنم خطر، ما في إنسان بيتحمله. عشان كده مهما أوتيت من النعيم في الدنيا تفجر به مالك، جاهك، بصرك، غير من جوارحك، تفجر بها. انت مهما تنعمت غمسة واحدة في جهنم تنسيك اي حاجة، تنسى اي نعيم تذقته يوم من الايام. عشان كده قال يؤتى يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى يوم القيامة بأنعم اهل الدنيا من اهل النار. زول متنعم، الدنيا دي ما شاف فيها حاجة كعبة، يأكل تمام، يلبس تمام، يتمتع. قال فيغمس في النار غمسة واحدة بس جوا جهنم، ويطلعوا طوالي يقول له هل رأيت نعيما قط؟ يقول ما رأيت نعيما قط. لذلك قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مهما تمتعت في الدنيا بمعصية الله غمسة واحدة في جهنم تنسيك أي حاجة. لذلك ذكر من لطائف ذكائه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، يوم من الأيام مر في الطريق وكان قاضيا وعالما، فمر به يهودي، قال اليهودي أنتم تقولون، اليهودي زيات ببيع الزيت ما بشتن وسخان كده وتعبان، وابن حجر زول قاضي وعالم ماشي في هيبة عظيمة ومركب جميل، فلما مر به قال أنتم تقولون، بعرض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال له عاين أنت كيف وأنا كيف، أنا زول وسخان ومبشتن وأنا زول ما مسلم، وإنت قال له لابس تمام وراكب تمام، كيف تكون الدنيا سجن لك انت وجنة بالنسبة لي انا؟ قال له الدنيا سجن المؤمن باعتبار ما سيؤول اليه من النعيم. لما تقارن حال المؤمن في الدنيا هنا بالنعيم الراجي في الجنة، قال له الدنيا سجن بالنسبة له. وقال له الكافر الدنيا بالنسبة له جنة لما ينتظره من العذاب. يعني الزيات اللي بيبيع في الزيت وما عنده حاجة ده لو دخلوه في النار لحظة واحدة وقول له رجعك الدنيا تاني رأيك شنو؟ بيقول لهم جيري ده رجع الدنيا جنة بالنسبة له لما ينتظره من العذاب. والدنيا للمؤمن سجن بالنسبة لما ينتظره من النعيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال استعيذوا بالله من عذاب النار. ذكر الله تبارك وتعالى بعد آيات سورة الحج ولهم مقامع من حديد، بعدي ذكر لك شيء من نعيم أهل الجنة، فقال سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات
تجري من تحتها الأنهار. لاحظ بالمقابل ناس النار هناك، أهل الجنة تحتهم الأنهار، وأهل النار ربنا قال لهم من جهنم مهاد، فرش لهم من النار، الفراش شحد من النار، ومن فوقهم اللحاف فوق لهم، ومن فوقهم غواش كلها من النار. لاحظ المؤمن هناك قال تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها، يلبسوا ثيابا من يحلون فيها أساور من ذهب، أساور بتاع الذهب في الدنيا حرام على الرجال لكن هناك يلبسوها رجال ونساء، أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم، اللبس اللي بيلبسوه حرير مش كده بس، قال وهدوا إلى الطيب من القول. كما أن أهل جهنم اجتمع اليوم العذاب من كافة الأنواع، اجتمع على أهل الجنة النعيم من كافة الأشياء، يعني نعيم في البصر، تعاين كده يتراءى الإنسان الغرف زي الكوكب، نعيم في النظر تشوف. قال ولهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، نعيم في النظر ونعيم في الأكل والشراب واللباس والفرش والأزواج، نعيم في كل شيء. عشان كده جهنم عذاب يا إخواننا ما يطيق الإنسان، ولذلك أحرص ما تكون أنت تعرف ما يدخل جهنم عشان تعمل حسابك منه. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قال بيسألوا يوم القيامة المؤمنون، اسألوا الكفرة ما سلككم في سقر، أدخلكم شنو؟ قالوا لم نكن من المصلين. في ناس الليلة كم ما بصلوا ويدعي أنه مسلم، وتلقى كاتب الله في البطاقة وفي الباسبور بتاعه مسلم، ما بصلي الخمسة أوقات. قالوا لم نكن من المصلين، ما بنصلي. الآن خذ مقياس بسيط جدا، انظر إلى عدد المساجد وحجم المساجد وعدد البشر من اللي بيدعوا إنهم من المسلمين، ما يصلي لا في المسجد ولا في البيت، ده يخش جهنم. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الخوض هو التعبد بالبدعة، لأنه اللهو واللعب يتعلق بالفواحش والمعاصي، والخوض البدعة، إنسان يتعبد بالبدعة والخرافات يجعلها دين له. قالوا وكنا نخوض مع الخائضين، يدقوا نوبة بيجاي تلقى الجماعة مشوا ورمرقوا في شنو؟ يقول لك ذكر لله، خوض مع الخائضين، ده ما ذكر لله. ذكر الله في المساجد في البيت في الشارع، تذكر تسبح تقرا قران تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ده الذكر وغيره من الاذكار في السنه. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين اما تكذيب صراحه ما يؤمن به الانسان وده كافر رسمي، واما ان يكذب بالعمل ما يرجو لله وقارا، ما يحترم حرمات الله، ده تكذيب بالعمل. قال ما شغال بها، تقول له ده حرام، ده ربا، ربا ما تتعامل بالربا. يقول لك يا اخي سيبنا بالله يا خلينا نعمل قروش بربا بغيره، دارين نعمل قروش في النهايه، اعمل وتكون عليك حسره يوم القيامه. في ناس ما يتورع من الحرام، ياكل حرام، يدخر من الحرام، يربي أولاده بالحرام، ما يخاف الله. هذا فيه نوع تكذيب ليوم الدين، وكنا نكذب بيوم الدين. قالوا حتى أتانا اليقين. أيضا ربنا قال يوم تقلب وجوههم في النار. بالله شوف الآية دي صعبة كيف، تقلب كأنك أنت بتقلب لك في شيء جوا النار، تقلب وجوههم في النار مالهم ديل. قالوا يا ليتنا
أطعنا الله وأطعنا الرسول. وطيب ليه ما أطاعوا الله والرسول؟ قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. دي المشكلة هنا. في ناس بيقفوا النبي شارعه بيجاي، في ناس بيقفوا لك بهنا بنادوك علينا جاي، طريقة حزب فرقة جماعة بمرقوك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، بمرقوك برا سيدي فلان وشيخنا فلان ضيعوا ناس. إنا أطعنا سادتنا وكبرانا. الحسن شنو؟ فأضلونا السبيلا، بيدعو عليهم وينبذوهم. ربنا آتهم ضعفين، وقولوا يا الله يهود شيخنا هذا ده الدقة فينا مقلب، يا الله دبل له آتهم ضعفين من العذاب. مش كده بس، ولعنهم يا الله، لعنهم لعنا كبيرة لعنا كثيرة. ربنا لو لعنهم ولو زاد لهم العذاب هم ما بيستفيدوا حاجة. قالوا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ولذلك عباد الله، العبد يحافظ على الاستعاذة في صلاتك. أول ما انتهيت من التشهد الأخير في صلاة ظهر عصر عشاء مغرب، صلوات الفجر تشهدين، انتهيت من التشهد الأخير قلت الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد الصلاة الإبراهيمية مباشرة تستعيذ من الأربعة دي، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. تستعيذ من الأربعة دي، ربنا يعيذك منها. وربنا لو أعاذك من جهنم إن هذا لهو الفوز العظيم. ده الفوز الجد، كونه يعاد الإنسان من جهنم. نسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا جميعا من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.